لابد أن نحفظ اليمين الحلف بالله، لابد أن نحافظ على الحلف بالله. 如果一个人发誓做什么事情，一定要去做到。كيف؟ 怎么样呢？أولا لا تحلف إلا عند الضرورة. لا ليس كثير تحلف تحلف تحلف. 一个人不能经常发誓，如果有必要的时候才可以发誓。الثاني إذا حلف تفي بهذا أنك تحافظ على اليمين، يعني تقول والله أحفظ غدا، تحرص غاية الحرص أنك تحفظ غدا حتى تحافظ على اليمين. 一个人如果发誓要做到什么，应当竭尽全力的努力的去做到。إذا لم تفعل如果你没有做到，تخرج كفارة اليمين应当交罚书。إخراجك للكفارة هذا دليل على حفظك لليمين. 交罚书这是一种这个重视发誓的一种方式。تحافظ على اليمين بألا تحلف إلا بالله. 这个以安拉来发誓，然后应当尽力的完成誓言。إذا المحافظة على اليمين أربع أنواع. 一共有四种情况。أولا بألا تحلف إلا عند الضرورة. 对，一旦发誓以后，不要这个违背誓言。حلف تفي.一旦发誓就应当完成做到。إن لم تفي تخرج كفارة اليمين. 如果做不到就交罚书。تحفظ اليمين بألا تحلف إلا بالله. 只以安拉来发誓。نعم.